ورد في الصحيح ان الانسان الصالح وقد علم وبشره الله بطريقة ما بمصيره يأتيه ملك فيقول ان الله يريد لقاءك، فهل تحب لقاءه؟ فانظروا الى انسان صالح ختم الله له بالصلاح، بشر ثم جيء اليه بملك يقول هذا الكلام. هذا الكلام يكون اطرب له من البشارة التي تلقاها. نفسه وكيانه كله يقول كيف لا اشتاق الى رؤية الله، انا انفذت حياتي كلها اعبد هذا الاله ولا اراه، اناجيه ولا اراه، ادعوه بسجودي ولا اراه، والان يقال لي تعال فقد انا ان ترى من كنت تعبد، انا ان ترى من كان ينعم عليك، انا ان ترى من كان يتفضل عليك. ما في شيء ألذ من هذا الإعلام، ما في شيء ألذ من هذا. ولذلك تكون هذه الكلمة بشرى فوق بشرى، بشرى فوق بشرى. قال أبو حازم سلمة بن دينار من كبار علماء المدينة وقد سأله سليمان عبد الملك قائلا يا أبا حازم ليت شعري، كيف القدوم غدا على الله؟ فقال له أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. كلام دقيق وجميل. تصور إنسانا تعد عن أحبائه أهل أولادي وقلبه متعلق بهم متفطر شوقا إليهم، ومضى على ذلك عهد طويل وسنوات كثيرة، ثم جاءه من يقول تفضل هؤلاء أهلك هؤلاء ادخل لتراهم، كيف يكون سروره؟ المحسن عندما يقبل على الله يكون حاله كالغائب يقدم على أهله. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وأما المسيء فكالعبد الآبق الفار يجر عائدا إلى مولاه. إذا لا داعي إلى أن نسأل ما الذي أدرى صاحب هذه الجنازة أنه من الصالحين حتى يقول قدموني قدموني. لذلك ماذا كان يقول سيدنا بلال في سكرات موته؟ أخر الله غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. طبعا سيدنا بلال لا يقول هذا الكلام الا وقد بشر، لهم البشرى في الحياة الدنيا، هذه حقيقة ينبغي ان نعلمها.